السلام عليكم خواتي تخياتي. اليوم جبت لكم حلوة هايلة، تجي بنوة كوكو وتجي هايلة، قلت ان بغطاجيها مع البنات وش فيها، ما قاعدين ما فيها ني بيض ني والو، وتجي هايلة. تحبي تديها معاك، عندك زيارة، حبيتي تديري مشروع، حبيتي تديريها لوليداتك، اي جي بريزونطابل، حاجه شابه. ونبدا بالمقادير واش فيها. فيها 250 غرام تاع الزبده غامولي هكا وزيتها، فيها كاس سكر ناعم، كاس حليب، كاس زيت، وكاس نشا. ما فيها ني بيض ني زوج، فيها لافاني اللي قلت لكم عليها بالمقادير، وفيها نواة كوكو. نواة كوكو شوفوا كيف اخواتاتي راني نحمص فيه، لا ياخذ اللون الذهبي. نستعملوا هذا باه نزينو بيه الحلوى تاعنا، نحشيو بيه ونزينو بيه. حمصتو كامل كيما راكم تشوفو، هاهو خذا اللون الذهبي، وهذا نحمصو فيه حتى ياخذ لنا اللون الذهبي. ونوريكم كيفاه نديرو في لاباط تاعنا ان شاء الله. دوك نبداو يا بنات على بركة الله. ناخذو الزبدة تاعنا هاذي غرامولي، واش نزيدولها؟ كيما قلنا نزيدولها قرصة تاع ملح هكدا، نزيدولها باكي تاع سكر كلاص هكذا. راني عبرتكم بكامل بهذو الكيسان، كامل مكيال واحد هكذا كيما راكم تشوفوا. خذيناها ما باش نهز الزبده غامولي 250 غرام غامولي على غرفة درجة حرارة المطبخ، وزنا لها حق كاس هكا سكر ناعم. واش قلنا؟ نزيدو لها مغيفة سكر فاني لي بالميزان، قلنا تستقيم خير 6000، وريحتها ما شاء الله خير نتاع الباكيات. انا دايرتها هنا هكا تشوفو. نخدمو مليح هكا الزبدة تاعنا مع السكر كلاص بهذه الطريقة، ندخلو مليح، اللي عندها فيتخان لا روبو تستعمل. من المهم نديرو أمورات بسيطة لا كامل يستفاد اللي عندو اللي ما عندوش. كما قلنا في كل مرة ندير لكم حلوة، قولي يا البنات اتعلموا اي طريقة، المهم تتعلموا، ما تقولوش ما عندناش هذيك الحاجة باه ما نديروش هذيك الحاجة. لا، واش عندك ديري، وكي يكون عندك الله يبارك زيدي، المهم انسان يتعلم. شي لي عندها بيتخان عندها روبو اللي هي باك دير الحلوى، حتى وحده ما عندهاش كيما قلنا ناس زمان جداتنا ماتنا تاع بكري واش كانوا يستعملوا. المهم اليد تكون مقيه ويخرجوا لك حلوى. الله الله لي حنا دوكا هاد التقاليد مازلنا شادين فيهم، بصح دارناهم لمسه، داروا لهم لمسه عصريه، بصح كلش هذا عجين تاع الكسره تاع المطلوح تاع الطعام لفتي كلش به يخيب اليد. هم الانسان لازم واش عنده يتعلم. خلاص ما نتعلموش لما تكونش هذيك الحاجة ما نديروش هذيك الحاجة، هذا خطأ. الانسان واش عنده يتعلم بيه. دوكا واش نزيدو؟ نزيدو الكاس تاعنا تاع الزيت هكذا، ونزيدو نخلطو مليح، كنخلطو كامل. المقادير ها ماشي بالكم، ها لي ما كاش البيتخون ما تخلطش الامور، تخلط
كيبان الزمان كان يديرو حلويات ما شاء الله بلا ربوات بلا اي حاجة، المهم يتعلموا ويخرجوا لك امورات ما شاء الله. هكذا مهم تكون انسان نظيف، يد نظيفة وديري امورات هاي بيدك انت درتي. حتى انا عندي ها عندي بيتر عندي روبو كامل بصح ندير امورات على حساب الناس اللي عنده اللي ما عندوش، ما نحدوش الناس بعد الدنيا كامل تتعلم هكذا بهذا يعلم هذا بساطة في الامور. هكذا تكون هذيك الزبدة دابتنا مليح هكذا خلطنا كامل المكونات هكا مليح. دوكا نشو نزيدو نزيدو كاس تاع الحليب نزيدو نخلطو هكذا هكذا خلطنا كامل المكونات البنات كيما قلنا هكذا هكذا زيدو دكا كاس تاع المايزينا نديرو نخلطو غير بالعقل نحطو كامل هكذا نحطو هدا في الكاس تاع المايزينا بهاد الطريقة هكذا نكمل الفرينة كاين الفرينة مغربينها هكذا كيما قلنا هاي من جهة البنات شوفوا العجينة بلاتنا هكذا تولي شوفوا طرية هكذا ومن جهة نرفو هذاك نوات كوكو تاعنا حمصناه هكذا بهذه الطريقة باللون الذهبي هذا نديروه في العجين ناخذو معجون معجون تاع مشماش معجون تاع مشماش نديرو هنا هذا هو الحشو تاعنا نخلطو مليح المعجون مع المشمش حتى تولينا عجينة اشوفو يا البنات نسينا هذاك المعجون مع نوات كوكو هكذا تيولينا هذا الحشو تاعو دوكا نبداو ناخذو نقفلو بهذه الطريقة هكذا هكذا كما راكم تشوفو ما يخرجلناش الحشو هذاك نديرولو هكذا
نبقوا هنا في الجوانب نديرو بهذه الطريقة على شكل هليلات صغار هكذا. هكذا كما تشوفوا هذا الشكل الأول. نعطيكم دوكا شكل الزوج. نتوما ديرهم كاع هكا كويرات. ناخذ هذاك الحشو اللي قلنا عليه ونتكوكو اللي حمصناه مع المعجون هكذا. نبداو نخلقو في العجينة تاعنا هكذا. هاي بالعقل هاكو شتو ما فيها ني ليفر ني والو. وهذا بهذه الطريقة هاي ناخذ صافي كريسون تاعنا نحطوه هكذا بهذه الطريقة. هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني بهذه الطريقة. نكملو كامل هكا العجينة وبعد ندخلوها في الفوق 180 درجة. نقص الفوق تاعنا ونحطه في تبنة وبعد نوريكم التزيين كيف يكون. شوفو يا البنات نطيب هاد الشيء هكا تاع الحلوة تاعنا. ها هي ها كيف جاتنا وها هو النوات كوكو اللي حمصناه بهذه الطريقة وكنا سيبه فيه. وعندنا صيدة طيبناها وكا واش نديرو ناخذو حبة نغطسهم في الحصيدة تاعنا هكذا بهذه الطريقة هكذا كما تشوفوا هكذا. بعدين نمدهم في نوات كوكو تاعنا اللي حمصناه هكذا. لازم نغطيو كامل الحبة هكذا بنوات كوكو. نخليو الحبة بهذه الطريقة نزيدو من النوعية هذا هكذا هكذا الشكل هذا ديروهم هكذا ثاني هذه الطريقة. نحطوها هكذا ونبداو نغطي فيهم كيما نحب هكذا. ونكملو نكملو بهذا الشكل ونوريهولكم كيف نزيدو نكملو التزيين. ها شوفو يا البنات شوفو كيف جا الشكل تاعهم بنوات كوكو محمص بهذه الطريقة. غناخدو قماع هكا درت فيه قليل من الشوكولا ونزيد نزينهم من الفوق بهذه الطريقة. نزيدو نشبعوهم هكذا كملو كامل بهذه الطريقة. كما شبعهم كامل بالشوكولا ونوريكم كيفاه. ها ان شاء الله شوفوا كيف جاتنا جوج انواع. تحبي تديها كاش سبه جاتك تحبي ديري بها مشروع احتفال شوف مشينا بشكل شباب وكامل. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وما تنسوناش في اللايك في السبسكرايب.
شاء الله مشاهدة كاملة. ما شاء الله كل مرة جديد راني نحطه لكم. هاهي بنوت كوكو حلوة جديدة بمذاق رهيب ومليح، وإن شاء الله تعجبكم. وبسلام عليكم وبقى على خير.